السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقاس الفطار ده بيخليك تعمل مثلا من تكست لصور، أو ممكن تقول له ده اللي فيه الصور، فبسهولة جدا قدر يعمل الصور الجميلة ديت. طيب خلينا نقول إن إحنا كمان عايزين نعمل صور حلوة زي كده. هيطلب مننا بقى إن إحنا إيه، نيجي هنا ونبدأ نديله البرومت بتاعنا. وهنا بيقول لي بقى انت عايز انهي شكل من الاشكال ديت، يعني ممكن حاجه 3D، ممكن اشكال مثلا لاين دروينج، ممكن كذا. طيب عايز كام صوره؟ ممكن اقول له مثلا صورتين او اربعه. فنلاقي عمل لنا صور جميله بالشكل ديت. تقدر تعمل لهم داونلود، تقدر ان انت تضيفهم كوليكشن، تقدر ان انت تعمل لهم اديت. زي ما انت شايف تقريبا كلهم بالذكاء الاصطناعي. زي مثلا عايز تعمل انهانس، عايز تحذف الخلفية، لو انت عندك اي صورة وعايز تحذف الخلفية فممكن الاديتور هنا يحذف لك الخلفية. ممكن اي اي انلارج بحيث انه يكبر لك الصورة. لو جيت تدوس هنا، هنا اي اي يعني هستخدم الذكاء الصناعي، مجرد تقول له ابلاي هيطبع على طول. فيس ان بلر ممكن تكون الصورة الوجه فيه مش واضح، فيبدأ ان هو يركز على الوجه ويحسنه لك. تمام، ده بيفور وافتر. وفي ماجيك ريموف بحيث لو عايز تحذف اي حاجة. ممكن تعلم مثلا على السيارة، يبدأ ان هو يحذف لك السيارة بس ويسيب لك الباقي. عندك كل الأدوات اللي تخليك تقدر انك تعمل ايديت ليها. عندك هنا افكتس، يعني هو عبارة عن حاجة زي الفوتوشوب لكن اونلاين من غير ما تحط معاك خالص، فدي من الأداة اللذيذة. عندك أي حاجة عايز تعملها سريعا بدل ما تحطها في برنامج على جهاز مش جهازك أو جهاز صديق ليك، تقدر انت تدخل تعدل اللي انت عايزه منه مباشرة. في إمكانية برضو ان انت تضيف فريم بسرعة أو إليمنت أو تعمل أبلود على الصورة زي ما انت عايز. بس كده، فأتمنى يعجبكم إن شاء الله.